انت ربحتي مليون دولار وجدك عنده عملية بمليون دولار، بتدفعي له اياها؟ طبعا لجد طبعا. بس انت ما معك غيره، يعني انت جدك مثلا عنده احفاد كثيره، كثير عنده احفاد. ايه بس انا معي مليون دولار، هن ما معهم. اوكي بات هن وضعهم منيح، بتساوم معهم انه ندفع. لا هن ما بدهم يدفعوا، خلص هن خلص قالوا انه انت لا تدفعي. طيب اوكي هيدا جوابي. ايه بدفع. وبتعدي بلا مصاري انه اوكي بعمل. وهن بينبسطوا. بعمل غيره. لا انت ربحتيها باليانصيب. بربح غيره. كي ربحتي هاي ما بقى. سكر ابوش. ما سكرت. انا ما سكرت. بس ليش هني ما بدهم يدفعوا؟ هني لازم يدفعوا. طب ماشي بنقعد وبنتفق انه نعمل شيرينج. ما قبله خلص بدفع انا. بتدفعي؟ ايه انا ماني سيلفش. الله الله. اسمعوا ولك اسمعوا، بتدفعون. بتعرفوا ليه بتدفعون؟ لانه جده اذا ربحت مليون دولار وعمليه جدك بتكلف مليون دولار، نعم بتدفع له اياهم؟ عملية جدي مليون دولار وربح مليون دولار؟ انت ربحت مليون دولار وعملية جدك بتكلف مليون دولار، بتدفع له المليون دولار لجدك؟ يا خيي والله اذا دفعتهم راح تروح علي، واذا ما دفعتهم بالنهاية هو غالي علي راح يكون هو. نعم بس نحن مش هون المشكلة. نعم نحن المشكلة ممكن يكون مات، يكون دفعت المصريات ومات. ساعتها بدي موت وراه، لا خليني بالمليون دولار احسن. خسارة مستعجل ولا خسارة على البطيء؟ انت ربحتي مليون دولار وجدك بده عمليه بمليون دولار، بتدفعي له اياهم؟ اكيد بتدفعي. افترض نحن افترض نحن جدك مات وراحوا المليون دولار، شو بتعملي؟ خلص ما بعرف مش مات. ما بتعملي شيء؟ لا شو بدي اعمل؟ راحوا المليون دولار. ايه هو بس انت ربحت مليون دولار وجدك عنده عمليه بتكلف مليون دولار، بتدفع له مصريات اللي ربحتهم؟ اكيد بدفعهم خي، ما هن اجوا انا يا خي رح ساعده. لا عطيني. طيب افترض مات، دقوا لك المستشفى قالوا لك البقية بحياتك جدك توفى وانت دافع المليون دولار، شو بتعمل؟ بعودني الله، بعودني الله. خلصنا هيدي هي. أهي هالقد حجمها شو بدي اعمل؟ بقتل حالي يعني؟ حاولت ساعده وقف جنبه، هيدي هي خلصت. هالقد حجمها والله يعود علي. ما وقف حد. لا هو ما وقف حد. لا ما بيأثر، ما خلص ما هو بي. ولا مرة وقف ما جاب بي او جاب امي. طب خلص يعني وقف حد، لو ما اني ما جيت. شفت اسمه ولو في رجال مخلصين لجدهم ولستهم، ما هيك الحياة بتسوقوها؟ بيش انه صاروا كبار وختيارية وعجزوا قعدوا بالبيت انه انتهوا هن من الحياة. لا الجد اساس، الست اساس، الام اساس، البي اساس. كيف اجا؟ كيف الله عم يجيب الاولاد؟ وبكره حيصير جد، ولا حيصير اولاده جد، ولا حيصير اولاده 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 جد. ندفع عنه شوفت لحتى يتعلم ودرس ما ينسوا بحياتهم. اذا ربحت مليون دولار وجدك عنده عمليه بتكلف مليون دولار، بتدفعون؟ الله اكبر طبعا بدفع لجدي. بتدفعون؟ بنقذه من الموت طبعا. لحظه لحظه طبعاً. افترض انت بعد انت دافع مليون دولار وبعد خمس دقائق دقوا لك قالوا لك البقيه بحياتك، شو بتعمل؟ الله بيعود علي، الله بيعود علي، بعير علي وعلى اولادي بيعود. ايوه ايوه يا حبيب قلبي. يعني انت عم توصل مسج للناس انه الشيء الانساني مهم كتير بالحياه. اكيد اكيد، ما بيعمل لجورته ما له عازه، لانه حابب يخدمه الشيء اللي عمله. يا ويلو ما يخاف الله، وميل ياك زيل. أيوة. يا زيل مي. أيوة الله بيعود، ما الله بيعود، ما الله بيعود. ويعود الله، يعود الله. عود علينا. أيوة يلا حبيبي. أعظم زلمة والله والله، بدي له كلمة قبل ما أروح. يا حبيبي الله يطول بعمرك، بس هل بدي له إياه لأنه عن جد بيستاهل.